مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنبنيه على الدرس السابع الخاص ببرمجة خادم تي سي بي بسيط، إلا أننا سنضيف إمكانية توزيع هذا الكود على خوادم متعددة. فهذا الدرس سنتعلم فيه كيفية برمجة خادم دردشة موزع، سنسميه distributed chat .js، وهو مبني على ميكانيزم الباب سوب أيضا كما رأينا في الدرس الثاني عشر والثالث عشر. للقيام بهذا الأمر ماذا سنحتاج؟ سنحتاج كود الدرس السابع بالإضافة إلى موديل الغوديس var غوديس require غوديس و var غوديس pub غوديس create client. var غوديس sub فالسبسكرايب والببليش وجب خلق اثنان من الكلاينت للقيام بهذه العملية، حيث لا تستطيعون القيام بالببليش والسبسكرايب باستخدام نفس الانستانس كرييت كلاينت. وبما أننا سنقوم بتوزيع هذا الكود على آلتين مختلفتين فوجب وضع البور والأدريس إي بي الخاصة بخادم غوديس. هذا هو البور الخاص بغوديس مع الأدريس إي بي لهذه الآلة وهي 192.24، وتستطيعون تغيير هذه المعطيات حسب ما تتوفرون عليه. نقوم بتحميل كلاس موديل او اس، هناك دالة مسمت بالهوست نيم وتعطينا اسم الآلة. سنحتاج هذا الاسم var host name os host name var os require os هكذا. فالOS فهي الآلة المحلية، ففي كل مرة ستعطينا اسم الآلة التي نقوم بتنفيذ الكود فوقها. نحتاج أيضا إلى روموت، ففي هذا المثال سأستعمل فقط آلتين والآلة التي سأستخدم فهي موجودة على الأدرس IP23. هي آلة لينكس مانت. إذا قمنا بنود var os require os و var hostname ستعطينا اسم هذه الآلة. نأخذ هذا الاسم ونضعه في روموت. روموت فهذا الخادم يشتغل محليا. موت جهاز كود سورس الدرس الرابع عشر. إذا قمنا ب نت كات الدرس الرابع عشر 88 والأدريس إي بي فهي محلية. سنقوم بتغيير هذا الشيء
ليصبح البايند على الادغيس على كل الادغيس اي بي المتوفره في هذه الاله، بما في ذلك الادغيس اي بي لوكال و الادغيس اي بي الخاصه بانترفاس انترنت 0. كما تلاحظون فالخادم يشتغل محليا NC الى حد الان لم نقم باي شيء له علاقة بالبرمجة الموزعة. الخادم كما قلت يشتغل محليا. الان سنضيف البرمجة الموزعة لهذا الخادم ليتم توزيعه على آلات مختلفة. هنا عندما يكتب أحد الكلاينت المعلومات فإننا نكتب إلى كل السوكت المحلية. بعد ذلك وجب إرسال ببليش للخوادم الأخرى لكي تكتب على السوكت المحلية الخاصة بها أيضا. نقوم بريديس ريديس بيب ببليش، نختار اسما موحدا للإيفنت var e، سأسميه distributed event. ستقوم هذه الآلة بالقيام ببليش للآلة البعيدة أي لروموت وسترسل داتا. سنقوم بتجربة هذا الأمر محليا قبل رفع الكود إلى الآلة الأخرى. سندخل إلى غوديس ونقوم بسبسكرايب distributed event، هذا هو اسم. distributed event واسم الآلة البعيدة. وسنجرب إذا ما كان غوديس يستقبل تلك المعلومات. وجب فتح كلاينت باستخدام النتكات. ولاحظوا أن غوديس لا يستقبل المعلومات. روموت فهي ليست صحيحة، هناك خطأ فقط في الاسم. سأقوم بإعادة تشغيل هذا الشيء وتفقد غوديس كما تلاحظون. الخادم يشتغل محليا ويرسل المعلومات إلى غوديس كما تلاحظون. هلو، فإن الدردشة تستمر محليا ويرسل معلومات إلى غوديس. فغوديس فهو بمثابة النقطة المركزية التي يتم استقبال وإرسال المعلومات بين الخوادم. هنا قمنا بعملية الببليش. خارج هذا السيرفر سنقوم بعملية غوديس سبسكرايب E بلس غصنين، حيث أننا نقوم بعملية سبسكرايب فقط للقناة الخاصة بنا، أي أننا لا نستقبل المعلومات الخاصة بالخوادم الأخرى، فقط نقوم بسبسكرايب للقناة الخاصة بنا، والآخرون يقومون بعملية ببليش في القناة الخاصة بالخوادم الأخرى.
وذلك فقط لتسهيل الأمر. غادي سبسكرايب شانيل وميساج. عند التقاط معلومات مرسلة من خوادم أخرى، نقوم بكل بساطة بكتابتها إلى كل السوكيت المحلية. نقوم بعملية كوبي كولي لتلك الفور هكذا. وجب حذف هذا السطر لأننا نريد أيضا الكتابة على سوكيت ذلك الشخص. أظن أن الأمر في هذه المرحلة فهو جيد. إذا قمنا بتجربته فلن يقع أي شيء. لماذا؟ لأننا نقوم بعملية ببليش في القناة الأخرى للخادم الآخر، فنحن لن نستقبل أي شيء. الآن وجب نقل هذا الكود كما هو إلى الخادم الآخر واستبدال الروموت بالهوست نيم الخاص بهذه الآلة. فهذه الآلة فهي HP Workstation، والآلة الأخرى كما ستلاحظون SSH فهي ميف بيجون نود كود سورس. نقوم بعملية CSP للكود 14 100% هكذا. لقد تم نقل الكود إلى الآلة البعيدة. نقوم بفتحه باستخدام الفيم واستبدال الروموت بنود var os require os os hostname كي نكون متأكدين 100% من اسم الآلة، فهو في الوسطين فهو هذا الشيء. قم بعملية كوبي كولي ومراجعة للكود الخاص بالآلة البعيدة. عند وصول المعلومات نقوم بالكتابة إلى السوكيت المحلية، ومن ثم القيام ب publish ل الايفنت والاسم مع ارسال الداتا. وهنا خارج منطقة السيرفر نقوم بعملية سبسكرايب. اظن انها ليست صحيحة فلقد قمت بنفس الخطأ في الدرس السابق. نقوم ب ريجيس سب اون مساج هكذا، هذا هو الأصح. نقوم ب غديس سبسكرايب للقناة الخاصة بنا، وعند استقبال مساج شانيل مساج نقوم بكتابة ذلك المساج إلى السوكيت الخاصة بالمستعملين. سأقوم أيضا بتغييره هنا سبسكرايب أو قمت بنفس الخطأ في الدرس السابق هكذا. أظن أن الأمور ستكون على ما يرام. الآن ما علينا سوى تجربة هذا الشيء. الدرس الرابع عشر
جي ليه؟ فصعوبة البرمجة الموزعة تكمن في كتابة كود وحيد يتم توزيعه على كل الآلات، ويظهر بالنسبة للمستخدم كأنه تطبيق واحد. فهذه هي صعوبة البرمجة الموزعة. نوت الدرس 14، سنقوم بعمليات الكونكت إلى السيرفر المحلي المتواجد ب24. فهو يكتب الآن نقوم ب كونكت للسيرفر البعيد 2388، والكتابة hello from node 1. كما تلاحظون فلقد أرسل بيب إلى الخادم المتواجد في الآلة الأخرى، وبدوره كتب إلى السوكت المحلية. هنا أستطيع أن أكتب له hello from node 2 from node 1 نفس الجملة، مثلا hello from mif pigeon. الآخر سيكتب hello from hp workstation. يتم توزيع الرسائل بين الخادمين باستخدام ميكانيزم البوب سوب، ومن ثم الكتابة إلى السوكت المحلية. نستطيع أيضا الكونكت للأدغيس إي بي المحلية، حيث أننا قمنا بفتح ذلك التطبيق على كل الأدغيس إي بي المتواجدة في الآلة. وهو أيضا يستطيع الكتابة إلى الكلاينت المتواجدة بنفس الآلة، والقيام ب ببليش للآلة البعيدة hello from client مثلا connected to loopback. سيكتب هنا وأيضا هنا كما تلاحظون، فهذين المستعملين فهما مربوطان إلى نفس الآلة، أما هذا المستخدم فهو مرتبط بالآلة البعيدة. مثال آخر، نقوم بربط كلاينت آخر مرتبط بالآلة البعيدة، مثلا سيكتب hello أو مثلا bonjour je suis le deuxième client depuis. الكل سيستقبل هذه الجملة. فهذا الكلاينت فهو مربوط إلى نفس الخادم، أما هذين الآخرين فهما في الآلة الأخرى. فالبوب سوب فهو ميكانيزم جميل جدا، يمكننا من برمجة تطبيقات موزعة في أقل وقت ممكن. تستطيعون مثلا إضافة أشياء خاصة لهذا التطبيق، مثلا إذا كنتم تريدون إرسال رسالة خاصة إلى أحد اليوزر المتواجد في أحد الخوادم البعيدة، سترسلون مثلا الـ UUID الخاص بذلك المستخدم، وستقوم الخوادم البعيدة بتفقد اللوائح الخاصة بها. وإذا تواجد ذلك المستعمل في لائحتها تقوم ب كتابة المعطيات، ومن هنا نكون قد برمجنا خادم شبيه بليغسي موزع. آمل أن يعجبكم هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر.